مشاهدينا أرحب بضيفتي لهذا اليوم محللة الأسواق المالية في مجموعة إيكويتي السيدة لينا قنوع التي تنضم معنا من دبي. مرحبا بك ست لينا في هذه الجولة لهذا اليوم. سأبدأ بالحديث معك ست لينا عن أسعار النفط بشكل عام. هناك ارتفاع في أسعار النفط خلال التعاملات اليومية مع صدور بيانات المخزونات الأمريكية. السؤال هو هل سنشهد ارتفاعات أكثر في القطاع النفطي؟ تفضلي. أهلا ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. بالتالي مثال هذه في هناك ما زالت نشهد ارتفاعات في أسعار النفط مستمرة في التوقعات بالنسبة للطلب العالمي وخاصة بالنسبة للاقتصاد العالمي. يعني هناك طلب يعني بسوق المعروض حسب وكالة الطاقة الدولية هناك توقعات أن ينمو الطلب العالمي على النفط بشكل أكبر من نمو المعروض النفط وربما يعود الطلب العالمي النفط إلى مستويات ما قبل جائحة الكورونا. بالتالي يعني هذه التوقع يعني هناك عدة عوامل عم تدعم أسعار النفط نحو الارتفاع خاصة من تباطؤ عودة الصادرات الإيرانية إلى الأسواق وبالتالي هناك تأخر من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاق النووي فبالتالي حتى ظهور الانتخابات الرئاسية الإيرانية هذا الأسبوع. وأيضا من العوامل الأخرى أنه عودة فتح الاقتصاد السيران في الولايات المتحدة الأمريكية حملات التطعيم عم تصير على نطاق واسع وشامل مجتمع القيادة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية يعني عودة السفر كلها عوامل نتيجة الانفتاح الاقتصادي عم تأثر على الطلب على النفط وبالتالي عم نتوقع أن نشوف ارتفاعات في أسعار النفط في ظل تعافي الطلب العالمي على النفط. طيب ستلينا هناك من قال بأن عودة النفط الإيراني إلى سوق النفط العالمية هي لن تؤثر بهذا المقدار الكبير. نحن نتحدث عن مليون برميل نفط إيراني تقريبا سيعاد ضخه في سوق النفط، لكن البعض يقلل من هذه الأهمية بالنسبة للنفط الإيراني. كيف يؤثر النفط الإيراني في حال عاد إلى سوق النفط؟ سيكون بالفعل عودة النفط الإيراني إلى الأسواق بمقدار من نصف مليون لمليون برميل يوميا. يعني عودة هذه الصادرات تعتبر تأثيرها محدود على أسعار النفط. هناك يعني شكوك أنه أن النفط يباع كان في لبعض الدول في آسيا فبالتالي يعني الأسواق تحتسب ذلك في عودة الصادرات الإيرانية. فأتوقع أي عودة للصادرات الإيرانية بالفعل في حال رفع العقوبات عن إيران العقوبات الأمريكية على عن إيران فأتوقع أن تكون تأثيراتها محدودة بالفعل على أسعار النفط. لن تكون هذه التأثيرات كبيرة لأن التوقعات بشأن الطلب العالمي على النفط تزداد وخاصة مع يعني إذا تحدثنا مع اتفاق أوبك بلس بداية بتخفيض الإنتاج ثم بدأ برفع الإنتاج تدريجيا بشكل تدريجي وليس بشكل سريع أيضا هي من العوامل اللي عم تدعم أسعار النفط نحو الارتفاع. فبالتالي لا أتوقع أن يكون التأثير بشكل كبير في حال عودة الصادرات الإيرانية على أسعار النفط أن تكون أو تؤثر بشكل كبير. ربما لهذا السبب ست لينا يعني لا نشهد أي تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية على مستوى الاتفاق النووي. الولايات المتحدة هي ربما تبدو أكثر ارتياحا بالنسبة للتفاوض بينما الضغط الكبير يكون على الجانب الإيراني. على كل حال بالنسبة لبيانات الفيدرالي وربما تنتظر أيضا الولايات المتحدة الأمريكية نهاية الانتخابات الرئاسية الإيرانية ليتم بعد ذلك حسم الأمور حول الاتفاق النووي وحول رفع العقوبات الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. طيب بالنسبة لبيانات الفيدرالي ست لينا كيف تؤثر على مستقبل النفط أيضا؟ يعني نحن نتحدث عن مجموعة من العوامل مثل ما ذكرتي في بداية حديثك هي كلها مجتمعة ستؤثر على عودة النفط إلى سابق عهده كما كان في عام 2019. بيانات الفيدرالي كيف تؤثر على مستقبل النفط اليوم في العالم؟
بالتالي بيانات الفدرالي الأمريكي لا يوجد علاقة مباشرة بين بيانات الفدرالي الأمريكي وأيضا تحركات أسعار النفط، لكن هناك علاقة تعتبر غير مباشرة بين تحركات أسعار النفط وأيضا بين الفدرالي الأمريكي. من حيث ماذا؟ من حيث التحفيزات الاقتصادية التي تقوم بها البنوك المركزية وخاصة البنك الفدرالي الأمريكي حول السياسة والتحفيزية، سواء بتخفيض أسعار الفائدة وقيام الحكومة الأمريكية بضخ المزيد من الأموال، فبالتالي هذا يساعد يعني إنه من خلال التحفيز التوجه نحو أسواق الطاقة، وسوف نشاهد طلب على النفط، وباعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول المستهلكة للنفط، من أكبر الدول المستهلكة للنفط، فهذا السبب الوحيد الذي نعزو أن العلاقة التي تربط قرارات الفدرالي الأمريكي بأسعار النفط. فبالتالي من يعني فلهذا السبب نتيجة التحفيزات المستمرة من قبل الحكومات والبنك الفدرالي الأمريكي هو السبب الرئيسي لدعم الطلب على النفط، لأنه راح يكون من ضمن التحفيزات التوجه نحو أسواق الطاقة. طيب بالنسبة للطلب على مشتقات النفط، وأيضا يعني ربما بيرتفع أيضا يعني الطلب يعني على يعني مثل حركة الطيران نتيجة التحفيزات النفطية، يعني عودة الحياة من خلال أيضا حملات التطعيم التي تقوم على نطاق واسع نتيجة تدخل الأموال وإعطاء حزمة يعني من هذه الأموال إلى حملات التطعيم، أيضا لها دور أساسي إنه عودة الانفتاح الاقتصادي، يعني فيها مساعدات أن يكون الطلب على النفط أكبر، وأيضا التوجه نحو قطاعات معينة وقطاعات أخرى. نعم. طيب موسم القيادة ستلينا، الكل توقع قدوم فصل الصيف موسم القيادة، الكل توقع تراجع أسعار النفط، ما زالت أسعار نفطية تتقدم باتجاه الأمام، يعني ما هو هذا الرابط؟ يعني هناك توقع بتراجع النفط إلى أن أسعار النفطية ما زالت في التقدم. نعم، أنا أعاكس الرأي أنه فصل الشتاء هو فصل يعني الطلب على النفط، لا بالعكس، فصل الصيف أيضا هو يكون الطلب على النفط. يعني هناك يعني الأغلبية بيعتقدوا أنه التدفئة والطلب على وقود التدفئة هو فصل الشتاء، لكن هناك الطلب أيضا على مشتقات مثلا الديزل، وأيضا على يعني هناك عدد من المشتقات النفطية نشاهد فيها الطلب على تلك المشتقات، يعني مثلا وقود الطائرات، فبالتالي زيادة الطلب على النفط في الصيف من خلال يعني الرحلات الجوية، من خلال الانفتاح الاقتصادي، فبالتالي هناك قطاع السياحة عم بيتحسن، وبالتالي عودة الطيران، فراح يكون الطلب على وقود الديزل، وبالتالي أيضا موسم القيادة كما ذكرت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا يعني والتاريخ يثبت ذلك. يعني إذا نظرنا قبل أسبوع عن مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية أثبت أن هناك تراجع في البنزين، يعني هناك تراجع في الطلب على النفط، وخاصة نحن في موسم القيادة كما ذكرنا في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ورأينا تأثيرات شفناها على أسعار النفط، وشهدنا انخفاضات على أسعار النفط. من بعد ذلك الانخفاض لم يستمر، وبدأت الأسعار المشاهدة على ارتفاعات، لأن هناك عوامل أخرى دعمت أسعار النفط في ظل التوقعات أنه يكون في تعافي في الطلب. في عم نشوف أيضا انخفاضات في عدد الإصابات في فيروس كورونا، وأيضا هذا سبب داعم لارتفاع أسعار النفط. بالتالي لا يعني أعتقد أنه فصل الصيف أيضا من الفصول اللي نشوف فيها طلب على النفط بشكل كبير، وخاصة أنه موسم الرحلات في أوروبا يزداد في هذا الفصل. طيب ستلينا، بناء على كل ما ذكرناه الآن، النظرة المستقبلية لأسعار النفط كيف تكون؟ نحن تقريبا في منتصف العام، النفط بحدود 72-73 دولار للبرميل، مع نهاية العام كيف ستكون أسعار النفط حسب كل ما ذكرناه؟ هلأ بالنسبة لأسعار النفط، سوف أذكر أنه حسب الأرقام، مثلا وكالة الطاقة الدولية مثلا عم تتوقع أنه الطلب على النفط يزداد تقريبا ب 5.95 أو تقريبا ب 6 مليون برميل يوميا. هناك ارتفاعات من وكالة الطاقة على الطلب على النفط، وخاصة في آخر
المصري لا عم تتوقع انه يعود طلب على النفط كما ذكرت قبل قليل الى مستويات قبل جائحه الكورونا. طبعا اذا نظرنا الى اتوقع الارتفاع مستمر وارتفاع وارد جدا لاسعار النفط بان ترتفع اكثر من ذلك، خاصه توقعات جولدمان ساكس بانه يصل كتل اسعار النفط ايضا $80 خلال هذا العام، وايضا هناك من يتوقع وصول اسعار النفط تقريبا ل $100 في عام 2022، وعده بنوك عالميه نحن نذكر منها سيتي بانك، بانك اوف امريكا، جولدمان ساكس كلها تتوقع بعام 2022 ربما يصل اسعار النفط الى $100. نحن في قسم الدراسات لدينا في مجموعه إكويتي يعني متوقعين خلال الاشهر المقبله ان تكون توقعات ان يصل اسعار النفط $80، لان ما زالت نحن نذكر ان سياسات التحفيز من قبل الفدرالي الامريكي ما زالت قائمه، ونحن ننتظر يعني الاجتماع من قبل الفدرالي الامريكي الذي سيبدا اليوم وينتهي الغد سوف تظهر نتائجه، وبالتالي يعني اذا استمر في سياسته التحفيزيه فكلها داعمه لاسعار النفط مع انخفاض عدد الاصابات فيروس كورونا وانفتاح الاقتصاد العالمي، عوده الطيران، انفتاح السياحه، بالتالي كلها عوامل سوف تساعد على ارتفاع اسعار النفط، الا اذا كانت هناك عوامل تثبت عكس ذلك، ويعني مثلا انه يكون في عم نسمع عن فيروسات المتحوله الجديده انه تؤدي الى اغلاقات اقتصاديه، واتوقع انه اصبح من المستبعد ذلك لان ما زال هناك في استهلاك وطلب عالمي على النفط سواء من الولايات المتحده الامريكيه والصين كاكبر الدول المستهلكه للنفط. نتوقع هذا الامر بدايه العام القادم ستلينا، يعني امامنا 6 أشهر تقريبا طالما أن الاقتصاد العالمي هو بدأ يتحسن، تنامي جهود نعم التطعيم. يعني خلال نهاية العام أتوقع أنه زاد ارتفاعات مستمرة لأسعار النفط $80 متوقع ذلك أن يصل أن تصل يعني إذا الآن وصلنا لبرنت أنا أقصد برنت أنه يصل إلى $80 للبرميل، إذا انتظرنا الآن إلى أسعار برنت تقريبا $73 فمرجح خلال الأشهر المقبلة في ظل تلك العوامل التي ذكرناها انه يعني ان تبقى العوامل كما هي الحاليه في سياسه التحفيز كما يعني كما هي، وايضا انه يكون في انفتاح اقتصادي ولم تعد اغلاقات اقتصاديه، ونشوف ارتفاع او عفوا تراجع في عدد الاصابات في فيروس كورونا، وايضا يعني حملات التطعيم ان تتم بشكل اكبر واوسع، فبالتالي كلها عوامل متعدده بان يكون هناك طلب بالفعل على النفط وتعافي في الطلب العالمي على النفط، ولا ننسى ايضا اوبك بلس ان تستمر في رفع الانتاج وان يكون تدريجيا وليس بشكل يعني الارتفاع بشكل كبير يكون، فهذا عامل من العوامل ايضا راح تدعم اسعار النفط نحو الارتفاع، وبالفعل خطوه اوبك بلس برفع الانتاج تدريجيا هي خطوه ايجابيه دعمت بالفعل اسعار النفط نحو الارتفاع. طيب لنتحدث عن الاسواق الماليه العالميه ست لينا، بشكل عام هي تشهد تذبذب هذه الفترة ما بين ارتفاع وتراجع، طبعا ليس فقط في الأسواق المالية، في عدة محاور عدة أمور، كيف نرى مستقبل الأسواق المالية ستلينا في منتصف هذا العام ومع نهاية هذا العام الحالي؟ هلا بالنسبه بشكل عام تقصد عن الاسواق الماليه واسواق الاسهم، يعني الاسواق الماليه الان يعني ارتفاعات نشهدها بشكل كبير، مكررات ربحيه مرتفعه، اسهم تضخمت اسعارها مؤشر الاس ان بي 500 على مستويات قياسيه، ايضا مؤشرات الناسداك على ارتفاعات بشكل كبير عندها يعني مستويات قياسيه، هناك عده عوامل، اهم عامل نترقبه هو الاحتياطي الفدرالي الامريكي الاجتماع يوم غد، يعني سيكون يعني هذا اهم خبر عم تترقبه الاسواق واهم تحدي امام جو بايدن سوف يثبته امام المتداولين في الاسواق وامام كل الاقتصاديين بانه سوف يبدا اذا سوف يبدا كيف بطريقه بدء تحفيز يعني بتخليص عفوا برنامج شراء الاصول وكيف سيتم كيف الطريقه او الاليه بهذا البرنامج ومتى. هناك توقعات 60% من المتداولين في او الاقتصاديين عم يتوقعوا انه يكون اي تقليص لبرنامج شراء الاصول يكون في الربع الرابع من هذا العام من عام 2021، وعلى
أبعد تقدير يكون بالربع الأول من عام 2022، فكل يعني التوقعات أصبحت مرجحة بأن يكون هناك في تقليص لبرنامج شراء الأصول، سيكون حديث من قبل جو بايدن ليثبت بأنه يعني هناك سوف يكون تقليص برنامج شراء الأصول. متى سيكون؟ عاجلاً أم آجلاً؟ سيكون هناك تقليص لبرنامج التحفيز أيضا، وأن يثبت للأسواق بأنه أيضا سيستمر في سياسته التحفيزية في نفس الوقت. نحن عم نشوف البيانات الاقتصادية الإيجابية اللي عم تظهر من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل إيجابي، لكن بالفعل علينا أن نرى بيانات الوظائف الأمريكية الغير تداعية كيف ستأتي بالشهر المقبل حتى نثبت مدى التعافي الاقتصادي. فأتوقع لو بالفعل قام بأي خطوة أو حديث عن خطوة برنامج تقليص برنامج شراء الأصول، فأتوقع أن يثبت ذلك بشكل تدريجي، فبالتالي ستستمر حالة من التذبذب في الأسواق حتى بيان الفدرالي الأمريكي، حتى تظهر توقعات عن مستقبل الحديث عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي وعن التوقعات المستقبلية حول برنامج التحفيز. فبالتالي ما زالت احتمالات الارتفاع واردة إذا ما زالت السياسة التحفيزية كما هي فهي محفزة للارتفاع، ما زالت نحو أسواق الأسهم والتوقعات بارتفاع أكثر من ذلك بالرغم من ارتفاع وصولها إلى مستويات قياسية. فهناك يعني في شهية لأخذ المخاطر في الأسواق من قبل المتداولين واللجوء نحو أسواق الأسهم. يعني بالرغم من جائحة كورونا العام عام 2020 شفنا كيف أن الأسواق الأسهم الأمريكية ارتفعت بشكل كبير. نتيجة ماذا؟ نتيجة سياسات التحفيز التي قدمتها الحكومات والبنوك المركزية. فبالتالي لو قام بشكل تدريجي بتقليص برنامج شراء الأصول أتوقع أنه استمرارية التحفيز، لكن لو تم بشكل أسرع مما متوقع من تقليص برنامج شراء الأصول أو الحديث عن أسعار الفائدة بشكل سريع جدا، فربما يعطي بعض الضغط على أسواق الأسهم. لكن مع ذلك نظرتنا إيجابية وتوقعات إيجابية وارتفاعات صاعدة نحو أسواق الأسهم. طيب بيانات التضخم مست لينا وأيضا بيانات الوظائف الأمريكية ومعدلات البطالة، كيف ستؤثر أيضا على مؤشر الدولار؟ هل سيعود الدولار كسابق عهده قبل عام 2020؟ وأيضا بالتوازي كيف من الممكن أن نرى أسعار الذهب؟ عفوا بالنسبة تتحدث عن الدولار؟ نعم عن مؤشر الدولار. نتيجة طبعا الدولار الأمريكي الآن نحن عم نشوف النطاقات الضيقة عم بيرتفع خلال الشهر ب 0.16 في المئة، يعني ارتفاعات خلال الشهر مقارنة بالشهرين المقبلين اللي شفنا فيهم انخفاضات لمؤشر الدولار الأمريكي. نحن لا ننسى أن أسعار المستهلكين ارتفعت بشكل كبير، نحن عم نتحدث عن 5%، يعني الارتفاعات جدا كبيرة لمؤشر التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا مؤشر الاستهلاك الجوهري أيضا ارتفع ب 3.15%. فهي الارتفاعات في التضخم إن أثبت الفدرالي الأمريكي بأنها عابرة ومؤقتة، يعني التضخم لن يكون مستدام، فيعني وسيستمر في سياسته التحفيزية، فهذا فسيكون انخفاض يعني هابط للدولار، يعني متوقع الهبوط للدولار الأمريكي أو مزيد من الانخفاضات للدولار الأمريكي. يعني عنده الدولار الأمريكي مقاومة تعتبر جيدة وهي 89.50، لكن في حال أي ظهور ملامح لأي تقليص برنامج شراء الأصول أو قال أو أثبت أنه الفدرالي الأمريكي بأن لن يكون أثبت الفدرالي الأمريكي بأن التضخم خروج التضخم عن السيطرة أو
أو قام بتقليص بدل شراء الأصول، لأن هناك حديث من أعضاء عديد من الفدرالي الأمريكي عم بتوقعوا إنه أسعار الفائدة إنه يكون في رفع أسعار الفائدة بعام 2023، ثلاث أعضاء من الفدرالي الأمريكي عم بتوقعوا رفع أسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأمريكي بعام 2023. لو اي اثبات اسميه حصل لتقليص برنامج شراء الاصول باسرع مما تتوقع الاسواق، بالتالي سوف يكون لصالح الدولار الامريكي ونشوف ارتفاعات. لا استبعد انه بعض الارتفاعات المؤقته نشوفها على المدى القصير، لكن بعد ذلك ننتظر ما سينتج عن هذا الاجتماع لنحدد اتجاه بالفعل مؤشر الدولار الامريكي. فحاله من الحذر واليقين تنساب الاسواق بشكل عام لحتى يتبين قرارات الفدرالي الامريكي. كما ذكرنا جو بايدن امامه تحدي كبير يثبت مدى التعافي الاقتصادي بالولايات المتحده الامريكيه، واي أنية لتقليص برنامج شراء الأصول عن كيفية وبدء برنامج شراء الأصول. كما ذكرنا لو بدأ يعني بشكل تدريجي لن يكون التأثير بشكل كبير على الدولار الأمريكي، والعكس صحيح. طيب بناء على هذا الكلام أيضا نتوقع تذبذب ستلينا في سوق الذهب، يعني أيضا الذهب هو ارتفع وعاد وانخفض وعاد وارتفع، حالة عدم الاستقرار هي أيضا انعكست على سوق الذهب. كيف نتوقع الذهب مع نهاية هذا العام؟ أين سيصبح؟ بالنسبة لي يعني الذهب يعني هو طبعا نحن نعلم أنه تربط الدولار الأمريكي علاقة عكسية مع أسعار الذهب، وبالفعل الذهب الآن يعني عم نشوف بعض التراجعات، وشفنا كيف لامس أمس مستويات 1844 دولار قبل أن يعود ويقلص من خسائره. طبعا هناك كانت عملية شراء نتيجة انخفاض أسعار الذهب عند تلك المستويات 1844، طبعا لتغطية انخفاض القدرة الشرائية للنقد. نحن نعلم أن الذهب يعتبر أداة تحوط ضد مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد، أو يعني ضد ارتفاع التضخم. بالتالي عم نشوف كيف التضخم مرتفع، وبالتالي كان إنه التوقعات المتداولين إنه بالفعل التضخم عابر ومؤقت. لهذا السبب شفنا إنه الذهب كيف عم شفنا تراجعات عليه، زائد إنه عمليات جني أرباح بعد إنه فشل في الوصول لمستويات 1900 دولار اللي كان عم يتوقعها البعض. أيضا اللجوء إلى العملات الرقمية أيضا يعني سبب آخر توجه أو عفوا التقليل من الوصول إلى يعني عدم التوجه للذهب. فبالتالي هذه الأسباب التي أدت بالفعل إلى انخفاضات أسعار الذهب. فقرار الفدرالي الأمريكي بأي خطوة سوف يقوم بها بشكل يعني سوف يتحدث عنها لو تم في الربع الرابع يعني القرار، وفي وماكسيموم يكون بعام 2022 في الربع الأول. فالذهب يعني سوف نشاهد ربما ارتفاعات لأسعار الذهب، يعني ما زالت المدى المتوسط عم نشوف الموجات صاعدة لأسعار الذهب، لكن على المدى القصير لا استبعد انه نشوف بعض التراجعات على الذهب. لا، لكن كما ذكرت انه السوق في حالة حذر لحتى يتبين ما هي نتائج الاحتياطي الفدرالي الامريكي، فرح يبقى التذبذب وهذه النطاقات لفتره وجيزه لبين ما يتبين كيف ستقرا الاسواق بيان الاحتياطي الفدرالي الامريكي المؤتمر الصحفي الذي خلال كلمة جو بايدن. كيف سنرى ان يعني هل انه عن التضخم هل هو عابر أو مؤقت أم التضخم مستدام؟ فكل هذا تعطي يعني نوعا ما توجهات نحو أسعار الذهب. يعني في هذه الحالة لو لم يتم تقليص بشكل مفاجئ فأسعار الذهب نحو الارتفاع، لو أي تقليص برنامج شراء الأصول
بشكل سريع أكبر مما تتوقع الأسواق، فرح يكون في انخفاضات لأسعار الذهب. يجب أن مستويات مقاومة مهمة هي مستويات 1900 دولار، واستمر الهبوط دون مستويات 1850 نشوف 1820 وبعدين 1800. طيب ست لينا، اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أريد أن أسأل سؤال، هل هو أيضا ينعكس على سوق العملات الرقمية ست لينا؟ يعني نحن أيضا في العملات الرقمية هناك تذبذب حتى هذه الفترة، البيتكوين صعد وهبط يعني يراوح تقريبا بين 35 إلى 40 ألف، هذه العوامل هي أيضا بدأت تؤثر على سوق العملات الرقمية، علما أن العملات الرقمية هي بنيت على أن تكون لا مركزية. يعني ربما إذا أربط العملات الرقمية بالدولار الأمريكي، فأي تراجع للدولار الأمريكي سوف يكون صالح أو يصب في مصلحة العملات المشفرة. بالتالي العملات المشفرة عم نشوف عليها الارتفاعات للبيتكوين. أنا أعتقد أنه الإشاعات والتغريدات اللي عم تتم من إيلون ماسك حول أنه سيتم التعامل مرة أخرى بالبيتكوين على أساس أنه التعدين يتوجه نحو الطاقة النظيفة، فبالتالي رفع البيتكوين يعني إلى المستويات التي لامست مستويات 40 ألف كما ذكرت. لكن الصين بنفس الوقت عم ترفض التعامل مع البيتكوين، وهناك بعض الدول اعترفت بتلك العملة، وآخرها تصريحات من وزير مالية هولندا أنه يقول أنه يجب أن يكون هناك تنظيم لتلك العملات المشفرة. فبالتالي يعني التغريدات تلعب دور أساسي في العملات المشفرة. أتوقع أنه رح نشوف هلأ حالة من التذبذب في العملات الرقمية، ونتيجة أنه مخاطر تلك العملات الرقمية عالية جدا. بيتكوين رح يكون تقريبا عام يتراوح بين 32 ألف إلى 38 ألف تقريبا كمستويات اللي رح نشوفها في الفترة القادمة، لبين تتضح الرؤية يعني أكبر عن اتجاه العملات الرقمية إلى أين تتجه، لأن في تغريدات إيجابية وبنفس الوقت عم نشوف أنه بعض الدول عم تمنع التعامل أو تعديل عملة البيتكوين، كما تصيح يعني تحد من التعامل بتلك العملات المشفرة. وأيضا كما ذكرت ربما الدولار الأمريكي يلعب دور في ارتفاع أو انخفاض تلك العملات الرقمية. طيب ست لينا، ما هي مشكلة الصين تحديدا مع العملات الرقمية؟ أغلب مزارع التعدين كما أطلق عليها التسمية هي موجودة في الصين، هي طبعا تستهلك طاقة كهربائية كبيرة. ما هي مشكلة الصين؟ يعني ما هي مشكلة الصين مع العملات الرقمية خاصة البيتكوين؟ هي أنها لا تستطيع السيطرة عليها؟ هذه هي الفكرة فقط؟ نعم هذه الفكرة فقط لا شيء، يعني أنه فهي بالنسبة إلى لا تعترف بتلك العملات المشفرة وتحب من تلك يعني التعامل بتلك العملات، وأنه بتأثر على يعني عملتها، وأيضا أنه يعني لا يوجد يعني هذه يعني الصين لا تريد التعامل بالعملات المشفرة بشكل عام. ولكن أيضا نشاهد اليوم عدة دول في أمريكا اللاتينية خاصة سلفادور هي أعلنت أنها لا تمانع التعدين وأنها ستتعامل بالبيتكوين. يعني أليس يعني أصبحت العملات الرقمية هي واقع حال لا تستطيع الحكومات السيطرة عليها، ربما ستستسلم الحكومات للتعامل مع البيتكوين أو تستسلم وتدخل اللعبة ولكن تحاول فرض شروط معينة؟ يعني بالنسبة هناك اعترافات فعلا من سلفادور، يعني هي أولا دولة صغيرة سلفادور داخل أمريكا، لكن بشكل عام يعني ربما عاجلا أم عاجلا سوف تضطر بعض الدول التعامل بالعملات المشفرة، لأنها أصبحت يعني واقع يظهر ذلك أنه التعامل بتلك العملات. لكن إلى الآن يعني تحتاج المزيد من الوقت، سنوات عديدة حتى أتوقع أن يصير هناك تنظيم لتلك العملات، لأن لا أحد يمانع أنه التعامل بتلك العملات إلى حين أنه يكون في هناك تنظيم
تنظيم أكثر لسلك العملات بدلا من حظر سلك العملات. وهناك عدة تصريحات عم نسمعها إنه التوجه نحو تنظيم سلك العملات يعني تنظيم سلك العملات المشفرة. طيب بناء على كل هذا، هل سنتوقع هناك من قال بأن البوران قد انتهى، قد يعود من هذا الوقت حتى نهاية العام 60؟ نتوقع أيضا عودة الصعود للبيتكوين وتلحقه باقي العملات المشفرة حتى نهاية هذا العام، أم لا قد انتهت؟ بالنسبة للبيتكوين لم أسمع سؤالك، ما عندي السؤال. أنه تعود أسعار البيتكوين، البيتكوين وصل إلى حاجز 65,000 دولار، عاد وهبط. نعم. هل نتوقع أيضا عودة الطلب على البيتكوين، التخزين، رفع السعر، ترتفع الأسعار جميع العملات الرقمية أو بالحد الأدنى العملات الرقمية التي هي مرتبطة بالبيتكوين من هذا الوقت، يعني من هذا اليوم حتى نهاية العام الحالي؟ أنا لا أستبعد أي شيء يحصل في العملات المشفرة، وربما نشهد البيتكوين عودة للارتفاعات، لكن لا أتوقع أنه يعني كنا نتوقع أنه بعد وصول 68,000 أن نرى مستويات أكبر من ذلك يعني للبيتكوين مثلا للارتفاعات. لكن كما ذكرت أنه بخلال هذه الفترة 32-38 ألف، ما بعد ذلك سوف ننتظر ما ينتج عن تصريحات من المسؤولين والتصدر حتى يعني نحدد الاتجاه أين سوف تتجه العملات الرقمية. كما تعلم أنه كان قبل ذلك أنه اعتبروا البيتكوين في وقت من الأوقات اعتبروها كمخزن للقيمة، يعني محل الذهب، يعني اعتبروا البيتكوين كملاذ آمن. لكن في ظل المخاطرة العالية للبيتكوين لا نستطيع أن نقول أنه أن يحل محل الذهب، عملة التي تعتبر عملة الملاذ الآمن والكلاسيكي. فبالتالي لا أستبعد أي من الارتفاعات أنه تحصل على البيتكوين، ممكن نشوف ارتفاعات أكبر من ذلك لأن هي تعتمد على المضاربة بشكل كبير، وممكن نشوف ارتفاعات وعودة للارتفاعات فوق المستويات 40,000 وممكن نصل لأكثر من ذلك. أريد أن أشكرك جزيل الشكر محللة الأسواق المالية في مجموعة إكويتي ست لينا قنوع، كنت ضيفتي لهذا اليوم، شكرا جزيلا لك ست لينا.